مش هتكملي لي حكايتك؟ لما انت تكمل حكايتك الاول. اكتر من اللي انا قلته ده؟ انا عمري ما اتكلمت مع حد قد ما اتكلمت معاكي. صدقني يا ايهاب، انت هتكمل حكايتك، بس نفسي وانت بتكملها ما تكررش اللي حصل لك مع ابنك او بنتك. اوعى تقولي ما تقلقيش، انا لا يمكن اكرر اللي بابا عمله معايا، لانك ما تقدرش تضمن ايه اللي ممكن يحصل بكره. باباك مثلا كان بيحب مامتك اكتر من حبك لسالي واكتر من حبها ليك، كان بيحب نجاحها عشان كده سافر معاها، يعني ما كانش هربان. في الوقت اللي انت بتتجوز سالي وانت مش مقتنع ورايح تعيش بعيد عن اهلك بس عشان تهرب، طب لما ربنا يرزقكم بولاد هيتربوا ازاي؟ مع اب معرفش يتصالح مع نفسه ولما فشل سافر مع امهم؟ ما تخليش جرحك من باباك يسيب علامة جوه روحك، يبقى هو اللي بيتحكم فيك وانت بتاخد كل قراراتك ويرسم لك خط حياتك. انت محتاج توجه نفسك، تحط نفسك مكانه، تدي فرصة لأي أمل في علاقتك بيه. إياك تعيش هربان من ألم، لأن ده عمره ما كان حل. أنا ممكن أقول لك حاجة كمان؟ اتفضلي. تفتكر واحد زي باباك كان بيحب مامتك الحب ده كله، كان ممكن يتخلى عنها كده بسهولة؟ أنا واثقة إنه لو كان عنده أمل واحد في المليون إنها هتعيش، كان اتمسك بيه وحارب علشانه. وبعدين أنت بتعاقبه على إيه؟ على إنه سابك؟ مع إن أنت من جواك متأكد إنه ما تخلاش عن مامتك؟ تفتكر إن أنت هتقدر تعيش طبيعي لو سافرت ورجعت لقيته لا قدر الله مات؟ عمرك ما هتسامح نفسك. قدام الموت يا ابني كل حاجة بتصغر في عينينا، لا زعل ولا خصام ولا أي حاجة. علاقتك بوالدك محتاجة إعادة نظر. أنا بقول لك الكلام ده عشان تقدر تتصالح مع نفسك. هحاول. إيه ده؟ بجد؟ في ايه؟ انا افتكرت ان انت هترفض وهتزعق وتزعل وتسيبني وتمشي. انا هعمل عشاء وانت هتتعشى معانا. لا لا انا بجد لازم امشي. مش انا قلت لك؟ معلش مره تانيه بعد اذنك. خلصت شغل؟ خلصت شغل. طيب ممكن اتكلم معاك؟ والله للاسف انا مستعجل ولازم امشي. مش هاخد من وقتك غير 5 دقايق. اه اوكي. طبعا انت مستغرب من التغيير الجذري اللي انا فيه. في الحقيقه انا بمثل وعصر على نفسي ليمون عشان اجي اتكلم معاك. نعم دي الحقيقه، بغض النظر عن اللي انا حاساه. انا كلمتهم هنا واول ما قولي انك موجود قررت ان انا اجي عشان اعتذر لك. انا ما كنتش متخيله ان هي بتحبك قوي بالشكل ده لدرجه ان هي تقول لي انا هاخد هدومي وهمشي وهرجع تاني اوضتي ومش هتشوفي وشي، لازم تكلميه تعتذري له. قلت لها ليه كل ده عشان ايهاب؟ هو انت بتعزيه اكتر مني؟ قالت لي لا بس انت غلطتي فيه. قلت لها خلاص هكلمه في التليفون اعتذر له. قالت لي لا انت لازم تروحي له وتعتذري له بنفسك لانه مش هيقبل الاعتذار وهو في التليفون. قلت لها لا طبعا انا مش هروح له ولا هعتذر له. قالت لي خلاص انا ماشيه. انا مش عارفه هي ازاي بتعزلك للدرجه دي. استاذ ايهاب انا بجد اسفه بس انا متوتره جدا عشان الايجنت اللي انا شغاله معاهم انا مأخره عليهم الشغل وهم عاملين لود عليا، وانا جبت شقه والشقه كانت عاليه قوي. انت عندك حق، انا ما كانش ينبغي ان انا اخد شقه في مكان عالي زي ده. لما الاسانسير يعطل ازاي هتطلع وتنزل كده لوحدها؟ انا مش عارفه انا ازاي فكرت كده. يمكن كنت انانيه شويه في تفكيري بس هعمل ايه؟ ارجوك ارجوك اقبل اعتذاري. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. انا نقلت حياتي كلها هنا علشان خاطر اعيش معاها، انا بحبها جدا وهي مش عايز الدكتور غيرك يعالجها والموضوع ده مستفزني. بس ارجوك حتى لو انت عايز تعتذر عن السيشنز اللي انت بتديها لها انت ممكن تقول لها اي حاجه تانية غير انك تكون زعلان مني. انت مش فاهم الموضوع ده موترني ازاي وانا مش عارفه اتصرف. بس بس ايه ده؟ انا صدعت. طب هتعمل ايه؟ مش هتكملي لي حكايتك؟ لما انت تكمل حكايتك الاول.
اكتر من اللي انا قلته ده؟ انا عمري ما اتكلمت مع حد قد ما اتكلمت معاكي. صدقني يا ايهاب انت هتكمل حكايتك، بس نفسي وانت بتكملها ما تكررش اللي حصل لك مع ابنك او بنتك. اوعى تقولي ما تقلقيش انا لا يمكن اكرر اللي بابا عمله معايا، لانك ما تقدرش تضمن ايه اللي ممكن يحصل بكره. باباك مثلا كان بيحب مامتك اكتر من حبك لسالي واكتر من حبها ليك، كان بيحب نجاحها عشان كده سافر معاها، يعني ما كانش هربان. في الوقت اللي انت بتتجوز سالي وانت مش مقتنع ورايح تعيش بعيد عن اهلك بس عشان تهرب، طب لما ربنا يرزقكم بولاد هيتربوا ازاي؟ مع اب معرفش يتصالح مع نفسه ولما فشل سافر مع امهم؟ ما تخليش جرحك من باباك يسيب علامه جوه روحك، يبقى هو اللي بيتحكم فيك وانت بتاخد كل قراراتك ويرسم لك خط حياتك. انت محتاج توجه نفسك، تحط نفسك مكانه، تدي فرصه لاي امل في علاقتك بيه. اياك تعيش هربان من الم، لان ده عمره ما كان حل. انا ممكن اقول لك حاجه كمان؟ اتفضلي. تفتكر واحد زي باباك كان بيحب مامتك الحب ده كله كان ممكن يتخلى عنها كده بسهولة؟ أنا واثقة إنه لو كان عنده أمل واحد في المليون إنها هتعيش كان اتمسك بيه وحارب علشانه. وبعدين أنت بتعاقبه على إيه؟ على إنه سابك؟ مع إن أنت من جواك متأكد إنه ما تخلاش عن مامتك؟ تفتكر إن أنت هتقدر تعيش طبيعي لو سافرت ورجعت لقيته لا قدر الله مات؟ عمرك ما هتسامح نفسك. قدام الموت يا ابني كل حاجة بتصغر في عينينا، لا زعل ولا خصام ولا أي حاجة. علاقتك بوالدك محتاجة إعادة نظر. أنا بقول لك الكلام ده عشان تقدر تتصالح مع نفسك. هحاول. إيه ده؟ بجد؟ في إيه؟ أنا افتكرت إن أنت هترفض وهتزعق وتزعل وتسيبني وتمشي. أنا هعمل عشاء وأنت هتتعشى معانا. لا لا أنا بجد لازم أمشي. مش أنا قلت لك؟ معلش مرة تانية بعد إذنكم. رمزي هادية، معقول؟ الغالي ازيك يا جميلة؟ الحمد لله. وحشتيني. انت اكتر والله. مش مصدق ازاي ده حصل. البركة في ابنك. ازيك يا عبد الله؟ وحشتني قوي قوي يا حبيبي. بس انا كنت عارفه اني هشوفك حتى من قبل ما اجيلك، زي انت ما قلت بالظبط. انت عارف مين اللي جابني ليك؟ بنتك ناديه هي اللي جابتني ليك، ومسامحاك ومسامحاني وانا كمان سامحتها. وحشتني يا بابا، ما تزعلش مني. ناديه انا عايزه اطلب منك طلب وهشهد بابا عليكي. انا عايزه ادفن جنبه. انا عمري ما زعلتكم في حاجه. ما
كلية حب. وانت طيب يا حبيبي. نجا، أنا عرفت عنك حاجات كتير من إيهاب، ما كانش قاصد طبعا، لكن أنا عايزاكي تكملي حياتك، تعيشي حدوتة حبك، اتعلمي من باباكي، ويا ريت تعتبريني زي مامتك، وتأكدي إن أنتي لو عوزتيني في أي وقت هتلاقيني. على فكرة أنا جايبالك معايا حاجة، هاتي شنطتي حبيبتي. حاجة مهمة جدا. الجوابات دي باباكي كان هو اللي بيكتبها لي واحنا صغيرين. خليها معاكي. شفت بقى؟ يعني انت كنت قاعد مع جدتك كل الوقت ده وانت مش عارف. جدتك ده ايه؟ واحنا نعرفه اصلا. بس بقى ما تبوظيش اللحظة اللي احنا فيها. بما اننا قدام بابا وماما دلوقتي، مش عاوزك تزعل مني. انا ظلمتك وجيت عليك كتير. حد يزعل من نفسه؟ انا حتى عمري ما فكرت ازعل منك. انا كل اللي عايزه بس انك ترجع نفسك.